وزير الخارجية يؤكد من مدريد رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح. الأمم المتحدة تستنكر تعمد إسرائيل منع القوافل الطبية من الوفاء بأعمالها وتؤكد وجود صعوبات كبيرة في الاستجابة الإنسانية بغزة. حزب الله اللبناني يعلن استهداف عدد من ضباط وجنود الاحتلال في هجوم بأسراب من المسيرات على قاعدة إسرائيلية. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، لا تزال مصر في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وتمثل الجهود المصرية الراهنة امتداداً لدورها التاريخي إزاء قضية العرب الأولى التي ظلت على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية، إيماناً منها بعدالة القضية وبحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضلع بجهوده لوقف الأعمال العدائية وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق إلى قطاع غزة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه مدينة مدريد. وأعرب عبد العاطي عن التقدير لإقدام كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا، وهو ما يسهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن رفض مصر للوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة. هذا وقد أكد وزير الخارجية أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وترفض تشغيل معابرها للقطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة وفقا لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال. وشدد وزير الخارجية على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد حقا للشعب الفلسطيني وواجبا على المجتمع الدولي. We'll be right back.
بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبراس العلاقات الثنائية وعددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية، وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وثمن وزير الخارجية موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية، خاصة قررها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربا عن تطلع مصر لاعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. سيادة السفير أهلا فندم، تفضلي. نعم أرحب بك. برأيك كيف ترى أهمية انعقاد هذا الاجتماع في مدريد والذي يأتي بمشاركة مصرية، خاصة في ظل مواصلة الاحتلال انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني؟ طبعا توقيت شديد الأهمية وكذلك رمزية على قدر كبير من الأهمية، ذكرى مرور 33 عاما في أكتوبر القادم على مؤتمر مدريد الدولي للسلام، والذي توافقت فيه الأسرة الدولية على أسس الحل وإقامة الدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. فإعادة التذكير وتجميع الإرادة الدولية في مدريد، واحدة من العواصم الأوروبية التي ليس فقط منذ 33 عاما استضافت المؤتمر الدولي للسلام في مدريد، ولكن أيضا من الدول الأوروبية صاحبة القرار والإرادة والتي لم ترضخ للضغوط الأمريكية واعترفت بالدولة الفلسطينية، وكانت مع سلوفينيا وأيرلندا والنرويج من الدول الأوروبية الرائدة، والتي حياهم الوزير بدر عبد العاطي في كلمته أمام مؤتمر مدريد الذي يجسد الإرادة الدولية ويجمع المسعى المشترك للدول الأوروبية والدولية من أجل التوصل لاتفاق جديد لإقامة حل الدولتين واستذكار ما تم التوصل إليه في مدريد. وكلمة مصر كما هي العادة دائما دعت لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والوصول إلى حق تقرير الفلسطينيين وإقامة الدولة المستقلة على كامل أراضيها المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نعم، منذ بداية الحرب على غزة ومصر تواصل جهودها الدبلوماسية لإدخال المساعدات للأشقاء وأيضا وقف إطلاق النار، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية خلال اجتماع مدريد. كيف تقرأ الدور المصري في الأزمة وجهود الوساطة لإنهاء هذه الحرب المستعجلة؟ طبعا هو دور هام ومسؤول ويتحرك بصلابة، سواء في مسار المفاوضات مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة للضغط على الموقف الإسرائيلي والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. تعلم مصر أنه ضرورة لإدخال المساعدات ولبدء التفكير في إقامة سلطة وطنية فلسطينية على الأراضي في غزة وإنهاء الاحتلال وعدم القبول بالتواجد الإسرائيلي على محور فيلادلفيا وفتح معبر رفح ليكون الجانب الفلسطيني على الجانب المقابل، أي لا نسمح لقوات الاحتلال بإعادة احتلال قطاع غزة ووقف الأعمال الإجرامية والاستيطانية في الضفة الغربية والانتقال بعد ذلك لمرحلة إعادة الإعمار والسعي الدولي كما نبلور اليوم في مدريد لإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين وتمشيا مع القرارات الأممية في هذا الشأن. نعم، عندما نتحدث عن هذه الأزمة نتحدث دائما عن المجتمع الدولي ومدى قدرته على إرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار، وهذا ما لم نراه من قبل. هل يمكن لإسرائيل أن تصغى لأي نداءات دولية منتظرة؟ خلاص بات واضحا أن الإدارة الأمريكية مسلوبة الإرادة لحين انتهاء الانتخابات القادمة في نوفمبر، ويدرك نتنياهو ذلك وإصرارا على البقاء في السلطة يراهن على فوز الرئيس ترامب ووصول الجمهوريين لسدة الحكم، ومن ثم يبقى لما بعد الانتخابات حتى فبراير
من العام القادم عندما يحلف اليمين الرئيس الأمريكي المنتخب. أنا أعتقد أننا أمام مشهد ما لم تتحرك فيه الولايات المتحدة، وهو ما صعب إدراكه في مرحلة البطء السياسي الذي تشهده واشنطن دوما مع بداية الحملات الانتخابية والمناظرات وصولا لنوفمبر القادم. أعتقد أن المشهد سيراوح مكانه عنفا من الجانب الإسرائيلي ما لم تحدث في الأمور يعني تغيرات جوهرية تتمكن من خلالها الولايات المتحدة قبول قرار تمرره الإرادة الدولية في مجلس الأمن، وهو ما نسعى في مدريد اليوم من بلورته. ولكن أعتقد أن الأمل في رشد الإرادة الدولية بات بعيدا، وأن إمعان إسرائيل في جرائمها لا ينتظر إلا صدور قرارات التوقيف في حق مجرمي الحرب من المحكمة الجنائية الدولية، وصدور اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية من محكمة العدل الدولية حتى تتمكن الأسرة الدولية من وقف هذا التعنت وهذا الانفراد في القتل والمضي فيه. أشكرك شكرا جزيلا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لك. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن حرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في إقامة دولة ذات سيادة كان ولا يزال سببا جوهريا للانعدام الاستقراري في المنطقة. جاء ذلك خلال حفل إطلاق وتوقيع كتاب شهادة للأمين العام لجامعة الدول العربية باللغة الإسبانية، والذي نظمه البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد. وأعرب أبو الغيط عن التقدير للدول التي أقدمت على الاعتراف بفلسطين وعلى رأسها إسبانيا، التي تستضيف اليوم اجتماعا عربيا أوروبيا تحت عنوان تنفيذ حل الدولتين. الله أكبر. مفقد حبيب ورا حبيب، مفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة، كاسمور ورا كاسمور. قصفوهم أين ما درينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين شقف يا خير. أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيب النتش أن استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين وتحديدا بحق سكان غزة أمر في غاية الخطورة. وطلبت النتش المجتمع الدولي بالتدخل بشكل حقيقي وسريع لإنقاذ الأرواح في القطاع. وشددت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني على ضرورة وقف العمليات العسكرية بشكل كامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، محذرة في الوقت نفسه من تداعيات استمرار هذا الوضع على جهود الإغاثة في غزة. أكد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جورجي بتروبوليس أن القوافل الإنسانية والطبية الأممية تعاني عقبات كبيرة وظروفا صعبة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما يمنعها من أداء المهام الموكلة إليها. وحذر المسؤول الأممي من زيادة تردي الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وفي ظل النقص الحاد في المخيمات والمياه النظيفة وانتشار الأمراض. كما شدد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة إدخال الأدوية والغذاء بشكل عام من خلال زيادة شاحنات المساعدات التي تدخل لتصبح 250 شاحنة يوميا على الأقل، بدلا من 30 شاحنة والتي تدخل حاليا. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وستة من موظفي الأونروا، مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار. وذكرت المنظمة الأممية أن استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول،
مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها وأن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، ومؤكدا ضرورة توقف هذا العنف المروع. حذرت حركة حماس من حملات التحريض التي تنظمها الجماعات المتطرفة ضد المسجد الأقصى المبارك ونشر صور تدعو لتدميره وإحراقه في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الاقتحام لباحاته، وذلك بحماية وأشراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت حماس مثل تلك الدعوات بمثابة خطوة تصعيدية خطيرة تأتي ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد الأقصى وطمس معالمه وبسط هيمنة المستوطنين الإسرائيليين عليه. أدانت وزارة الخارجية الأردنية الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية عنصرية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة. كما أدانت الخارجية الأردنية استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة. وصف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكير الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة بأنه كارثي. وأشار لوكير إلى عدم وجود مكان آمن للعاملين في القطاع الصحي، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية أداة للدعاية السياسية، في حين لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع وتنتهك القانون الدولي الإنساني. نفذت الإمارات بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية مبادرة طارئة جديدة لإجلاء 97 مصابا ومريضا في حالة حرجة من قطاع غزة، من بينهم مصابون بالسرطان ويحتاجون إلى علاج مكثف، برفقة 155 من أفراد عائلاتهم إلى العاصمة أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة. ومنذ بداية الأزمة بذلت الإمارات جهودا حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الفلسطينيين ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها. ومنذ اندلاع الحرب على غزة نجحت في إجلاء 1665 مريضا ومرافقا، ليرتفع عدد المرضى والمرافقين إلى 1917 فلسطينيا. وقدمت الإمارات أكثر من 40,000 طن من المساعدات التي تشمل إمدادات غذائية وطبية وإغاثية. نددت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكاد بالدمار الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. ودعت المنظمة الدولية إلى التدخل الفوري من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. دمار اقتصادي يعاني منه قطاع غزة وسط كم هائل من الخراب الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة. بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، والذي أدى إلى تضخم هائل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الدخول والقيود المالية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل. وفي أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني، ذكرت المنظمة الدولية أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.
وبالأرقام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد عموماً بنسبة 22% للعام بأكمله. وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن ما بين 80% و96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل. وبالإضافة لذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة التي تشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد قد دمرت. وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، إذ أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً. ووفقاً للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الفلسطينية، إذ انخفض دعم المانحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوى عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008. كما تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2024. وقد أعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وخدمة الديون والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية. كل هذه الانتهاكات دفعت المنظمة إلى الدعوة لتدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. تواصل الدولة المصرية بذل جهودها في سبيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في المساعدات التي دخلت بالفعل إلى غزة بعد أن رفضت إسرائيل دخول العديد من الشاحنات. المزيد يطلعنا عليها الزميل المراسل باسم أبو العنين. إليكم من مدينة العريش بمحافظة سيناء، ونرصد آخر المستجدات على ساحة المعبر مع قطاع غزة يوما بعد آخر، وحركة الشاحنات المتوجهة والمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة ومكثفة لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، وتوفر كل التسهيلات المتاحة لدخول هذه الشاحنات بشكل يومي لوصولها إلى الأشقاء هناك. ولكن كان هناك في هذا الأسبوع تعنت كبير من قبل الجانب الإسرائيلي الذي كان يرفض المساعدات الغذائية ويعيد العديد من الشاحنات مرة أخرى من معبر كرم أبو سالم. فقد كان لدينا بالأمس نحو 70 من الشاحنات، دخلت 12 شاحنة فقط منها والبقية عادت، وبالأمس لم يمر إلا 20 شاحنة، وكان هذا هو الحال طيلة الأسبوع. ونصل إلى اليوم فلا توجد شاحنات تمر اليوم الجمعة، وبالنسبة للغد العطلة الأسبوعية السبت في إسرائيل، والتي يتوقف على إثرها العمل في الجهات الإدارية في إسرائيل. كانت لدينا زيارات ميدانية أيضا هذا الأسبوع لمعبر رفح من شخصيات دولية للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني والترتيبات والتجهيزات
والتي تقدمها الدولة المصرية إلى الأشقاء في قطاع غزة. وكان لدينا المفوض للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وصل ورأى وسأل وتفقد ورأى الشاحنات ورأى تجهيزات الطبية المعدة من الهلال الأحمر للعبور إلى هناك لغزة. وأيضا كان لدينا العديد من الشخصيات، وكان لدينا زيارات دورية للسيد محافظ شمال سيناء للوقوف على احتياجات المعبر والوقوف على الإجراءات التي يتخذها المعبر ويتخذها الجانب المصري لتيسير عبور الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم. وكانت السمة المميزة لهذا الأسبوع الذي اختتمناه بالأمس كان القصف العنيف على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة. وكان من أبرز الأحداث أيضا انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، وذلك بعد أن تم رصد أول حالة من حالات شلل الأطفال في القطاع بعد أن تم القضاء عليه منذ نحو 25 عاما. غدا السبت كما ذكرت هو عطلة في إسرائيل، وبناء عليه يتوقف العمل في معبر كرم أبو سالم، ومن ثم يستأنف أو تستأنف عملية عبور الشاحنات مرة أخرى إلى الجانب الفلسطيني بدءا من صباح يوم الأحد. من مدينة العريش، تلفزيون المصري، باسم أبو العيني. أعلن حزب الله اللبناني الهجوم بأسراب من المسيرات على قاعدة فيلون جنوب شرق صفد واستهداف عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين. وأضاف حزب الله اللبناني أنه استهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف موقع المرجع العسكري الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى قصف موقع بياض بليدة بالمدفعية. نشرة أخبار السادسة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. كوريا الشمالية تعرض لأول مرة صوراً لأجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها النووية. أعلنت الولايات المتحدة دعمها للدول الأفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. يأتي ذلك بينما تتحدث الدولة المصرية دوما عن أهمية التمثيل العادل داخل مجلس الأمن وحق الشعوب الأفريقية. على مدى عقود ظل مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن الدولي بجوار الخمس دول الكبرى حلما يراود قارة أفريقيا صاحبة 54 دولة التي تشكل النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مصر تحدثت دوما حول أهمية التمثيل العادل داخل مجلس الأمن وحق الشعوب الأفريقية، لتعلن الولايات المتحدة دعمها للدول الأفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة توماس كرانفيلد تمنت أن يؤدي الإعلان إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكنها من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل. ويتولى مجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة. وعند تأسيسه في عام 1945 كان يتألف من 11 عضوا قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في عام 1965، من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقد، وهم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا. قرار دعم الدول الأفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن التي تعتزم واشنطن دعمه كانت تسعى إليه الدولة المصرية منذ فترة طويلة، مشددة على أهمية التوافق والحوار خلال المشاورات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن لتحقيق تفاهم مشترك حول جوانب الإصلاح كافة.
عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صورا لأجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها النووية، وذلك في الوقت الذي صار فيه الزعيم كيم جونغ أون منشأة لتخصيب اليورانيوم. ودعا كيم جونغ إلى زيادة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة بهدف تعزيز ترسانة البلاد النووية. وأظهرت الصور كيم وهو يتجول بين صفوف طويلة من أجهزة الطرد المركزية المعدنية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها منحت أول ترخيص لاستخدام لقاح ضد جدر القردة إمبوكس للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في نظام جرعتين. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إن هذا هو الترخيص الأول للقاح ضد جدر القردة، وهو خطوة مهمة في محاربة المرض سواء في سياق تفشي المرض الحالي في أفريقيا أو في المستقبل. أفاد مصدر من جهاز مخابرات أوروبي أن روسيا بدأت العام الماضي في إنتاج طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى جديدة تسمى جابيا A1 باستخدام محركات وأجزاء صينية، وهي طائرات استخدمتها في الحرب على أوكرانيا. وأشارت المعلومات إلى أن شركة EEMZ كوبل التابعة لشركة صناعة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة أنتجت أكثر من 2500 طائرة من تراس جاربيا بين يوليو 2023 وإلى يوليو 2024. وأشارت المعلومات كذلك إلى وجود وثائق تتضمن عقد إنتاج للطائرة المسيرة الجديدة ومراسلات الشركة بشأن عمليات التصنيع ووثائق مالية. أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويرجر محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لبيونغ يانغ. تأتي الزيارة في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة والصواريخ البالستية في حربها ضد أوكرانيا. من جانبها نفت موسكو وبيونغ يانغ مسألة نقل الأسلحة، لكنهما تعهدتا بتعزيز العلاقات العسكرية. أكد رئيس مجلس الدوما فياتسلاف فولودين أن حلف شمال الأطلنطي طرف في العمل العسكري في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحلف يشارك بالفعل بشكل كبير في صنع القرار العسكري. في هذا الإطار اتهم رئيس مجلس الدوما حلف الناتو بمساعدة أوكرانيا في اختيار المدن الروسية التي يتم استهدافها والموافقة على تحركات عسكرية بعينها وإصدار أوامر لكييف. تأتي تصريحات فولودين بعد يوم من تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الغرب سيكون قد دخل في قتال مباشر مع روسيا إذا سمح لأوكرانيا بقصف الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع. قال ممثل الادعاء بمنطقة خاركييف الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرون في قصف روسي بالمنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وقال مسؤولون في منطقة سوم الحدودية إن القوات الروسية قصفت مناطق حدودية 57 مرة. تواصلت فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت فعاليتها اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر، مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة. يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس السيسي. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت الوزارة فعالياتها لمدة شهر اعتبارا من الأول من سبتمبر بمناسبة بداية عام دراسي جديد،
لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. عايزة أشكر الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها دي، لأن صراحة الأسعار بتفرق معنا كتير. المبادرة شيء جميل جدا، وأكتر حاجة عجبتني إنها موجودة في أماكن كتير قريبة من البيت. المبادرة بتكاد تكون موجودة طول السنة، الأسعار بتبقى أرخص من الأماكن اللي بره بكتير، وده شيء بيحسسنا إن الرئيس معانا وشايفنا كلنا. عاوز أشكر سيادة الرئيس بصراحة، حاجة جميلة فعلا، في فرق كبير في الأسعار، شريت حاجات كتيرة رخيصة أرخص من برة، وبشكر الرئيس على المبادرة كلنا واحد. بنشكر سيادة الرئيس على توفير المبادرات في كل مكان وقريبة علينا، وإن أسعار حاجة المدارس كويسة جدا، وأسعار السلع كويسة الحمد لله، ورخيصة عن برة بكتير يعني. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية والشركات والمكتبات والمصانع في هذه المرحلة من المبادرة، حيث تضاعف عدد منافذ المبادرة لتصل إلى 2286 منفذاً وخمس معارض رئيسية وخمسين معرضاً فرعياً بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وفرة كبيرة من المعروض من مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية وبجودة عالية، وسط إقبال كبير من المواطنين على منافذ المبادرة لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة واحتياجاتهم المتنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية، وإشادة كبيرة منهم بما تبذله وزارة الداخلية من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد. بنوفر كل الأدوات الكتابية والمكتبية سواء من تصنيعنا أو تجارتنا بأسعار مخفضة جدا، عشان خاطر نساهم في جزء بسيط جدا من المبادرة بتاعة السيد الرئيس. مبادرة كلنا واحد كويسة جدا، حلوة وأسعارها حلوة. أحب أقول للرئيس السيسي بجد ربنا يبارك فيه وعلى مجهوداته معنا وعلى المبادرة الجميلة دي. كما تواصل المبادرة توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 40% بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. نشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة الجميلة دي، إن هي موجودة طول السنة، وإن هي بتساعدنا كتير طبعا في تخفيض الأسعار، وإن هي بتوفر شوية علينا. مبادرة كلنا واحد دي جميلة وحلوة، وفيها حاجات رخيصة زي الرز زي السكر الحاجات يعني الزيت. نشكر فخامته على المبادرة الرائعة دي، إن هو قدر يوفر ويحس بالشعب المصري، وإحنا معاك يا رئيس وألف شكر ليه. كما تستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات، وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم ومساندتهم من منطلق دورها الاجتماعي والإنساني. تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما بدا واضحا من خلال استمرارية فعاليات المبادرة ومد فعالياتها باستمرار من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق التكافل الاجتماعي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن مشاركة الوزارة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية. وكشف وزير العدل عن مشاركة وزارة العدل في إعداد محاور مبادرة بداية، وذلك في إطار ما تختص به في برنامج عمل الحكومة، حيث يقوم دور الوزارة على الدعوة إلى الحفاظ المقام الرفيع للقضاء ورجاله في مختلف جهاتهم وهيئاتهم، وتوفير كافة متطلبات أدائهم لرسالتهم السامية بهدف تحقيق العدالة. هذه مبادرة طيبة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحمل في طياتها دليلا حاسما على معايشة سيادته للمواطن المصري والسعي نحو تدبير السبل قضاء حوائجه ومصالحه ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته. هدف هذه المبادرة ينصب على احترامه للمواطن وعلى ضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته
تقديرا منه لإنسانيته وأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها. تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI والصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعامي 2023-2024. يعد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك ل 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد. وجاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر من أصل 47 دولة مصنفة بالفئة الأولى. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 69,423,999 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة. جاء ذلك منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية في 31 من يوليو 2024 وحتى الخميس في 12 من سبتمبر في جميع المحافظات بالجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودعا وزير الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن للوزارة. أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي أن هناك اهتماما غير مسبوق من الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة وفقا لأهداف ورؤية مصر 2030. وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان قيادة أنظمة الرعاية الصحية الشاملة المبنية على القيمة لتقديم الرعاية للجميع بالبرازيل، أشار إلى نجاح مصر في خفض التكاليف بنسبة تجاوزت 30% بتبني نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية. كما استعرض السبكي في كلمته رحلة مصر نحو التغطية الصحية الشاملة من الإصلاح إلى التميز، وسلط الضوء على تعزيز نظام الرعاية الأولية وتطوير الخدمات العلاجية والعمل بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية. أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكا استراتيجيا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027. وخلال لقائها بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فيركيساتي لبحث تعزيز مجالات التعاون مع البرنامج، أكدت المشاط أن أهمية وضع إطار موحد مع شركاء التنمية يجمع بين محوري التعاون الدولي والاستثمارات الحكومية والتنمية الاقتصادية. وتطرقت المشاط للحديث على نحو محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تقوم الدولة بتنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين. أكد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل أهمية دور شركاء التنمية في بعض المشروعات، وخلال بحثه مع مسؤولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي أفضل آليات التمويل لبعض المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية، أكد إسماعيل على أهمية الدور الذي ساهم فيه شركاء التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة خاصة في تمويل المعدات الكهروميكانيكية. كما أكد نائب وزير الإسكان أن الدولة ماضية في توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية اللازمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن هناك حاجة لإعادة تقييم النهج الذي تتبناه الحكومات والسماح بدور فاعل للقطاع الخاص المعني بالاقتصاد الإبداعي الرقمي في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة. جاء ذلك خلال استعراض الوزير التحديات التي تواجه الصناعات الثقافية الرقمية خلال اجتماع موسع مع رؤساء وفود منتدى سان بطرسبرغ للثقافات المتحدة. We'll be right back.
والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار الاقتصاد وسارة نجيب. سارة، شكرا محمد، شكرا ليلى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. عقد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي اجتماعاً مع محمد سامي المدير العام لشركة ساب مصر والوفد المرافق له، ويستهدف اللقاء متابعة مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات ARB في عدد من الشركات القابضة والتابعة. كما تم خلال اللقاء استعراض المواقف التنفيذية للمشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيميائية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من شركاتها التابعة. قام وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بزيارة لمحافظة القليوبية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة. كما التقى وزير الري بعدد من المزارعين لتقييم الموسم الصيفي بالقليوبية. هذا وقد وجه الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ على قطاع ترعة الباسوسية والتأكيد على مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير مع العمل عن طريق صنادل للحفاظ على القطاع المائي للترعة. أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهدف لتطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمراني حضري. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان مع مسؤولي الوزارة لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق. ووجه وزير الإسكان بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة والتصدي للمخالفات والتعديات. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكاً استراتيجياً لمصر في عدة مجالات وخاصة في مجال البترول والغاز. جاء ذلك خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. ولفت الوزير إلى أن شركتي أباتشي وشيفرن الأمريكيتين لديهما محفظة أعمال مهمة في مصر. من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية أن بلادها تدعم مصر كمركز إقليمي هام للطاقة في المنطقة، ولديها من البنية الأساسية والتسهيلات التي تؤهلها لذلك الدور. التقى وزير البترول كريم بدوي مجموعة سفراء مصر الجدد بدول العالم، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية. واطلع الوزير خلال اللقاء السفراء أو أطلع الوزير على أوجه التعاون الممكنة وفرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين الأخضر. كما أشار وزير البترول إلى الإجراءات وحزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتحفيز شركاء الاستثمار على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط 1% وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية إثر موجة صعود أشعلتها اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجبر الإعصار فرانسين المنتجين على إخلاء منصات إنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 92% ليصل إلى 72 دولارا و63 سنتا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.15% ليسجل 69 دولارا و76 سنتا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 35% لتصل إلى $2.12 سنتا للتر. كذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% لتسجل $2.39 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ارتفعت بورصتا الأسهم في الإمارات مدفوعتين في المقام الأول بمكاسب أسهم القطاع المالي، وسط توقع المتعاملين خفضا كبيرا لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل. وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 9%، وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.5% مدفوعا بمكاسب قطاعات رئيسية. ارتفعت الأسهم الأوروبية متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من أسهم شركات التعدين، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى البنك المركزي الأمريكي ترقبا لإطلاقه دورة من التيسير النقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل. وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.5%، وزاد المؤشر كاك الفرنسي 0.3%، بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في أغسطس، بما يتماشى مع القراءة الأولية. ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 2.2% في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع البيانات الأولية المنشورة أواخر الشهر الماضي. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.6% في أغسطس آب بعد ارتفاعها 0.2% في يوليو. وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على اقتراح برفع سن التقاعد بسبب انكماش قوة العمل والتخفيف من الضغوط على ميزانيات المعاشات التقاعدية. وسيتم رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 63 عاما، وللنساء العاملات في المهن المكتبية من 55 إلى 58 عاما، وللنساء العاملات في المهن اليدوية من 50 إلى 55 عاما. أظهر تقرير للبنك المركزي الأمريكي أن ثروات الأمريكيين ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 163.8 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق بفضل زيادة أسعار العقارات فضلا عن المكاسب في سوق الأسهم. ويرجع الارتفاع في صافي ثروات الأسر والمؤسسات غير الربحية الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول إلى حد بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليونات دولار في قيمة حيازات العقارات، ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ليلى ومحمد، إليكما. شكرا لك سارة. والآن نتوقف مع ذكرى وفاة سراج منير، والذي ولد في 15 يوليو 1904 ودرس في مدرسة الخديوية، وكان عضوا في فريق التمثيل بها، وأنهى دراسته الثانوية وسافر إلى ألمانيا لدراسة الطب. هذا وتعرف في أحد النوادي بألمانيا على مخرج ألماني سهل له العمل في السينما هناك. وبهذا نصل لكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. وزير الخارجية يؤكد من مدريد رفض مصر للوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح. الأمم المتحدة تستنكر تعمد إسرائيل منع القوافل الطبية من الوفاء بأعمالها، وتؤكد وجود صعوبات كبيرة في الاستجابة الإنسانية بغزة.
حزب الله اللبناني يعلن استهداف عدد من ضباط وجنود الاحتلال في هجوم بأسراب من المسيرات على قاعدة إسرائيلية. بختام العناوين نصل وإياكم إلى ختام نشرة السادسة. إلى اللقاء.